حفلت دي نسبتك إن هالك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت هل تبيض والله يال حال فرمات وخان اسكون بيت مصر بياه وقوة إلهي وتعالي هاي وقوة إلهي بايه وتعالنا كل شيء من الماء الحجر وحوال النور بوح الله والرمون إني بي كل ولانا مركا مصر عوين وحق إلهي كفي عن أيانو هالك ما تكفرنا ردي مال جليسي إلهي باكا عبا مريطانا وهي بلادك وحبك كثير مايو مركا ما شاء الله أنا جو أحمد ظاهرنا وحب الله قال يا إن أنا دكتور ما أنت عارف إن بلقها الدومية وسيرك عيد قال أنا إلهي وقال يا مركا تعيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن مشروعا أو مشروعية أن كفلن إني إن محايا هيد إن قبيلي كنت إلهي وحن كبرينا أنه نقضوا مشروع ذاتك عبي أي عفمات كقالان إن محوها مناها مشروعي وقهري حالك اللي قفليه وحويا المنطقة دا وشارة ولا قفليه دي محوها أو صعداء قبيلينا ولا قفليه وحويا الله يبدينا ولا قفليه إيا عرب سيوه وحويا وحنويا سياسة حكومة دينا إلا هلو بيا صافية وعافمات قباه أنا قلنا وحن ذو كفر إن مرع إلهي قاليا بسم الله وعلى بركة الله إن عافمات كواف صار وقل أنا قاعد أنت ورا إلهي بتيو بسي بس ما أنا كبر قالي إن أنا ما يسترو أركاسي إلهي بتيو بسمين يا وحرتين يا إن عرب سيدنا واحد من ذلك الدقني إن أنا إن شاء الله ومال ضمبة ولا عرر قبلي أما هرقيسة هل كان أي باهي ذا لقود مايو إلهي نوح كبر يا إنه إيه يصيره ويسهره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنتي واشيك قال يا ما أنت هل كان إنه دق حد جينا وعصبتالك إن مقالدن إن تشوغنو أي عربسيو كاسو إن لقاقمار مدونو بوكان صعد كي لقين لها أنبا هرقيسا أنبا قبيلي خاصة حقا إن هو يوينكا أنا قنوان ودق حدقينا لإنو وحويا صدقة شارية أساقنا إلى هاي ميسانك حسناتك هاو قليو أين قنا هنقضو كي نافع لها إن وحنا نتعلى دمان با إمحايا هاي تشارتينو أيقو محباها خرن إن هدنا سي كرديان أو دردر أي سي قليان سيدي أي مشاريع وكردستان لهايين آخر ذو هذا فعضا وعنو يدوكم لقى حدقين إن معايا هيد إن لاختر كان مقع إلهي قالي قاه سيوء النقضو مد أي دوكان فعضان أو إذن فائدي كي يعرورتينا مستقبل كدو إن شاء الله بسم الله الكريم بسم الله وعلى بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجمعنا ندوينها غير الشيوط رجل يتم الباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أدعو عن شكوني بإذني هنا نحرق كتشرنا من الداف فرنا هل في كواد بيوها سوصارا أي مقالة عرب سوية لطو هنا عندي عيال كاسي تاريخي سوء مزفر أبضان وهي مقالة تحصل الله يكسو ريكي أي سوء سعودي نسدوها تقمدا نسدوها قول الكيبيدي تاريخ دي وسوء كسو شيكيي سيدا أو سوء شيك بي تاريخ لا سيهايد لابد كون يلا بي ترون كي أكتوبر أيانو بيوني ده فرق عيان سامينتا إنه أرتا عرب سوية بيالاد هاي كي أمر كورا ريكورد كي نبي جرقين أنا بيوه وصلا هاي labada kun iyo laba iyo toban kii aan bilownay bishii October maantana waxa aan dalkeedii iyo xarigta jirkeedii iyo magaalada dhexdeeda aan soo gaarnay waxaanu mahadnaq waad u dhinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadda labaad waxa islaam khalif oo biya xaq qulitaan giisi iyo magaalada soo gaarsiintiisa ayadu inoo suurta gelisay ayadna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan la leenaa sidii dadka waraabiga yiraahdeen
islaam gudib waxaad sheegisteen qufur ku xidhnaa degmada arabsiga oo ahay biyo ma laha oo biyo hoose arabsiga ma laha oo lagana heli karo ayaad naga jebiseen. Waxaan leenahay inaga shukee qaalibane inaad noona labaysaan haddii ilaahay idiin soo jiro noola saddexaysaa banaydi wax sannaabaa kaasiga saaraa.